معادية للاستعمار كانت أظن في 13 نوفمبر 1935. تحدث أيضا عبد الناصر وقال في خطاب له في جامعة القاهرة في 15 نوفمبر 52: لقد تركت إصابتي أثرا عزيزا لا يزال يعلو وجهي، فيذكرني كل يوم بالواجب الوطني الملقى على كاهلي كفرد من أبناء هذا الوطن العزيز. كان عبد الناصر يسعى مع زملائه الطلبة في هذا الوقت لدعوة الأحزاب إلى التوحد في مواجهة الاستعمار والسعي إلى تحقيق الاستقلال، إلا أن كل الجهود باءت بالفشل. تعرض في هذا الوقت عبد الناصر للفصل من مدرسة النهضة الثانوية بتهمة تحريض الطلبة على الثورة، إلا أن زملائه أعلنوا الإضراب العام حتى تقرر عودته مرة أخرى إلى المدرسة. أدرك عبد الناصر بعد انتهاء دراسته الثانوية أن تحرير البلاد من سيطرة الاستعمار والقوى الرجعية لن يتم بالخطب، بل يجب أن تقابل القوة بالقوة. وعشان كده لما تقدم عبد الناصر للالتحاق بالكلية الحربية أول مرة سقط في كشف الهيئة، لأنه ابن موظف بسيط، ولأنه وراه تاريخ حافل من المشاركة في المظاهرات المعادية لنظام الحكم في هذا الوقت. لكن راح التحق بكلية الحقوق، لكن عندما علم بوجود نية لزيادة عدد ضباط الجيش المصري والكلية الحربية فتحت أبوابها، قرر التقدم مرة أخرى للالتحاق بالكلية الحربية. في هذه المرة أعجب به وكيل وزارة الحربية المصرية، وأعجب بصراحته ووطنيته، كان اسمه اللواء إبراهيم خيري، ثم تدخل والتحق عبد الناصر في الكلية الحربية. عبد الناصر اتخرج في يوليو 38. أول حاجة التحق بسلاح المشاة ونقل إلى منجباد في الصعيد. منجباد دي أسيوط، هو أصلا من أسيوط والأسرة من بني مر، مركز أبنوب في أسيوط. هناك التقى بزكريا محي الدين والتقى بأنور السادات، كمان لما شارك قبل كده في الخدمة أو بعدها على طول شارك في الخدمة العسكرية، كان معاه عبد الحكيم عامر في منطقة جبل الولاء بالخرطوم سنة 39. ولما عاد جمال عبد الناصر إلى مصر ونقل إلى كتيبة قريبة من منطقة العالمين، كان طبعا في الحرب العالمية الثانية زي ما احنا عارفين في الوقت ده، كان في أحداث بعد طبعا أحداث جرت في 4 فبراير 42 لما توجه السفير البريطاني عشان يقابل الملك فاروق بسرايا عابدين بالقاهرة، وسلموا إنذار أخير طلب فيه بإسناد رئاسة الوزراء إلى السيد مصطفى النحاس، وخيروا اللي هو كان طبعا الوفد القدير، وخيروا بين خلعه من سدة الحكم أو الاستجابة لهذا المطلب. فانحاز طبعا الملك للخيار البريطاني وتم الاتفاق على هذا الحل. منذ هذا الحادث أدرك جمال عبد الناصر أن الخيار الوحيد هو في تحرير البلاد من هيمنة الاستعمار البريطاني والحكم الملكي على الثورة. عبد الناصر في هذه الفترة اتجوز في 29 يونيو 1944 من السيدة تحية عبد الناصر، وبدأت حياته تاخد منحى جديد. فبدأ يفكر مثلا في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار عشان يقدر يكون نواة للمواجهة المستقبلية، وتواصل مع زملائه اللي تعرف عليهم عن قرب، وتحديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اللي انتهت سنة 45. لما صدر قرار تقسيم فلسطين سنة 47 عقد الضباط الأحرار اجتماعا لمواجهة ما جرى. ثم سافر عبد الناصر إلى فلسطين في 15 مايو 48 عشان يشارك في الحرب ضد المحتلين.